العالمين الحقيقة ولد عملاق ودي أبرز كلمات القيصر قازم الساهر مع زميلتنا جمانة ماهر خلينا نروح نعرف تفاصيل أكتر مع جمانة ونطلع مشاهدينا برحب بحضراتكم جميعا أنا مع حضراتكم من على أرض مدينة العالمين وهذه التغطية الخاصة لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية أنا تحديدا مع حضراتكم من اليو أرينا اللي جهزت خصيصا لاستقبال أهم وأكبر الحفلات الغنائية في الشرق الأوسط النهارده واحد من أهم هذه الحفلات وأضخمها الحفل الحفل اللي بيقام بالتنسيق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئه العامه للترفيه السعودي وموسم الرياض الحفل اللي هيحييه واحد من اهم فنانين الوطن العربي الحقيقه هو متعدد المواهب فنان مطرب ملحن وايضا ملهم لجيل كامل حب على اغانيه وحب الحب اللي احنا بنقرا عنه في الكتب والروايات فنان بالفعل قدر انه يخلي جيل كامل انه يستمتع بالقصائد العربيه بصوته وادائه السلس والقريب الى القلب معايا القيصر قزم الساهر اهلا بيك اهلا وسهلا شكرا على المقدمه تسلم يعني حضرتك تستاهلها اكيد احنا سعداء جدا بوجودك معنا في مصر بشكل عام وفي مدينه العالمين بشكل خاص الله يحفظكم وشكرا على الاستضافة وشكرا على على الرعاية الحلوة والاستقبال الحلو وشكرا أنه حولوا هذه المنطقة من مدينة حرب والغام إلى إلى مهرجانات ثقافية رائعة طبعا بهذا المستوى العظيم الكبير وأعتقد الشكر لكل المنظمين وأيضا نوجه الشكر بشكل خاص لمعالي المستشار تركي الشيخ وحقيقة أنا متلهف أن أطلع على المسرح الآن وألتقي مع جمهوري كلنا متلهفين الحقيقة لكن في البداية خليني أسأل حضرتك على تواجدك في مهرجان العالمين في هذه النسخة النسخة الثانية وتواجد قوي يعني القيصر قادم السير محبين الحقيقة مش بس في مصر لكن بطول الشرق الأوسط وعرضه لكن إنك, إنك تكون موجود في المهرجان في نسخته الثانية بيمثل حضرتك إيه؟ يعني شيء كبير انه سعاده لكل فنان ان ياتي مسرح مثل هذا المسرح، احنا احنا بصراحه تفاجأنا انا من حكوا لي انه راح نروح للساحل مدينه العالمين فكرت انه يعني مسرح راح يكون بسيط بس لما شفت المسرح وشفت اللي يقول لي لهذه الحفله وشفت الرعايه التامه انه ان يكون كل شيء يعني مدروس بدقة بكل التقنيات اللي موجودة على المسرح إذا كانت لراحة الجمهور ولراحة الفنانين فأعتقد شيء مذهل حقيقة شيء مذهل فأنا كل سعادة أنه أنا أكون أحد الفنانين اللي يعتلي هاي خشبة المسرح طيب بالنسبة للتعاون والتنسيق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة العامة للترفيه السعودية وأيضا موسم الرياض لأي مدى شايف أن هذه الشراكة طبعا بين كيادات ضخمة تقدر أنها تثري الفن في الوطن العربي يعني أولا هذا حلم حقيقة أنه مثل هذه الشركات والهيئة أن تشترك وتساهم والكل أنه هاي حلم للفن, للفن العربي هذا حلم هذا حلم المفروض يكون من زمان بصراحه بس ان يحقق بهذا الوقت فمشكورين عليه جدا و يعني نقله اسلوب تنظيم الحفلات من منطقه الى منطقه اللي احنا كنا الفنانين نحلم بها انا كنت مثلا دائما اروح انتقي مسارح في العالم، انا انتقيهم يعني، روحوا على المسرح، ارد اغني بهذا المسرح، اغني بدار الاوبرا، نار اغني، لا. الان بداوا يهيئوه في منطقتنا العربية، فهذا شيء عظيم، فشيء عظيم. علاقتك بالجمهور المصري علاقة خاصة جدا، فاكر أول حفلة لك كانت في مصر إمتى؟ شوفي أنا علاقتي بالجمهور المصري علاقة غريبة عجيبة. يعني انا لحد الان ما انسى لما دخلت مصر وكان في فرض الحصار عندنا في العراق وهذا كانوا يجون على الاستديو العوائل يجيبوا لي اكل يجيبوا لي من الحصار مش علي انا وكانوا يعني يدافعوا عني بشكل رهيب طبعا يعني في في كان اذا احد يتحدث علي حتى بالصحافه العائله نفسها هي الدافع عني عائله الصحفي يعني فانا عندي علاقه انه انا اعتبرهم فعلا اهل وعشت عشت سنوات طويلة أنا يعني في مصر حقيقة يعني عندي أصدقائي رائعين ما زلت محتفظ بهذه الصداقة العظيمة والمحبة العظيمة نعم. إحنا سعداء جدا بوجودك معنا وبالمناسبة أنا فاكرة أول حفلة لحضرتك في مصر كانت 1995 لالي تلفزيون أنا واحدة من أكبر محبينك وشرفتنا في مصر ويعني أتمنى لك كل التوفيق على المسرح ودايما منور في بلدك التاني مصر شكرا لحضرتك أحفظكم. شكرا جزيلا شكرا شكرا مرسي حضرتك